عمل العودة؟ أنا عايش على المسكنات، يعني ممكن أوصل الموت، يعني إذا عملت عملياتي أوصل الموت. عمليات صعبة جدا، تمام؟ مروحت على غزة، قعدت شهر فيه. أنا كنت رايح على مصر، ومن مصر بدي أخرج على تركيا. مكسور الرقبة، مش عارف إيش، فهمني كيف؟ أرسل لنا الجانب المصري كشف ما يعرف بالتنسيقات، يضم عشرات الأسماء لتسهيل سفرها على حساب كشوفات الحالات الإنسانية المسجلة لدى هيئة المعابر منذ أشهر طويلة. وش أخبارك؟ فتح معبر رفح كل 3 أشهر ليوم أو يومين لا يساهم كثيرا في تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.